السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ماكينة حلاقة كيمي 3 في 1. شباب كتير جدا لما بتيجي تشتري ماكينة حلاقة بتختار هتشتري ماكينة لحلاقة الشعر ولا ماكينة للتنعيم ولا، ومشكلة تانية بتقابلنا وهي مشكلة الشعر زايد في الأنف أو الأذن. فعلشان كده كله بيدور أو بيكون محتاج لماكينة شاملة. النهاردة هنتكلم عن ماكينة كيمي 3 في 1 واللي هتوفر عليك كتير جدا. ليه بقى اسمها 3 في 1؟ لانها بتستخدم كعمل 3 ماكينات في نفس الوقت. ماكينة كيمي لحلاقة الشعر او الدقن، وكمان ماكينة للتنعيم، وماكينة لإزالة الشعر الزائد من الانف والاذن. من ضمن مميزات الماكينة كمان انك بتقدر توفر وقتك من القعدة في صالونات الحلاقة ومتاعب الحلاقة بالموس، وكمان بتحمي نفسك من انتشار العدوى بسبب استخدام نفس الماكينة لأكتر من شخص. كمان وزنها خفيف وحجمها صغير، تقدر تاخدها معاك لو انت مسافر او كمان في الجيش. ولو في صالونات الحلاقة ممكن مش بتقدر توصل للشكل اللي انت حبه. فماكينة كيمي 3 في 1 هتوفر عليك كتير. دلوقتي هنشوف استخدام الماكينة وشكلها من الداخل. ده شكل العبوة وكمان شكلها من الداخل. مكونات الماكينة ده بيكون معاها كتالوج، ومكونات الماكينة بقى من الداخل. دي الماكينة بيكون مزود فيها زر الباور، وكمان بيكون معاها غطاء شفاف علشان بعد الاستخدام بنقدر ان احنا نغطيها يعني حفاظا عليها. دي اول قطعة. ممكن دي للتنعيم، ممكن نشيل القطعة دي كده ونستخدمها معانا فرشة وعبوة زيت صغيرة علشان نقدر ان احنا ننظف الماكينة بعد الاستخدام، نتخلص من الشعر الزايد عشان تبقى كل مرة نستخدمها فيها بتكون سريعة وعملية بنفس الاستخدام بتاعها اول مرة. دلوقتي هنشوف استعمالها. بيكون معاها شاحن هنشغلها دلوقتي. بالطريقة دي. دي اول قطعة. هنشوف تاني قطعة معانا، ودي لحلاقة الشعر بتتركب بالطريقة دي، وبيكون مزود، بتكون مزودة بعدة مستويات مش مستوى واحد. دي تاني قطعة. القطعة الثالثة والاخيرة تركب بالطريقة دي، ودي لإزالة الشعر الزائد من الانف او الاذن. الماكينة عملية جدا ونتيجتها ممتازة بعد الاستخدام، هتوصل للشكل اللي انت حابه في الاخر. الماكينة كويسة جدا ونتيجتها زي ما قلت في الاول ان هي ممتازة فعلا وعملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.